خلصت صلاه؟ لا، الخطيب مخرجنا كده ربع ساعه نطمن على اهالينا وبعدين نرجع نكمل الخطبه. اصغتك يعني؟ قرايه يا عرموتي، يعني لا في زيك يا زوزه ولا عامله ايه يا زوزو ولا نورتي يا اوزو. لا على اساس انك ما كنتش هنا امبارح ولا اول اول ولا اول 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 اول. يوه، في ايه يا عرموتي؟ اختي وبتزورني. في فرق بين الزياره والاقامه، دي مقيمه عندنا، ده انا خلاص قربت اطلع لها الجرين كارت بتاع الشقه. ايه ده؟ ايه ده؟ انا ازاي ما خدتش بالي اثناء دخولي من الشقه؟ ايه اللي خرج الشنطه دي من هنا؟ كالعاده يعني كل سنه بيتزنقوا في الشنطه عشان يروحوا المصيف ومش شعبطين فيا ياخدوني معاهم، وانا بصراحه ربنا هروح بقى. ياخدوك انت والشنطه في ان واحد؟ يعني ياخدوا مني اكتر حاجتين مالين عليا البيت. يا مسافر ونعسي هواك ريداك والنبي ريداك. ازيك يا اربط؟ تشرب معايا شاي؟ يخرب بيت اهلك يحاسبوا، انت ايه اللي خلاك تلعب في الايباز بتاعي؟ ايباز؟ بيقولك ايباز اسمه ايباد. عبيد اهلك لو جيت جنبه تاني. انت مش عارف ان كل شغلي عليه، خرايطي وشغلي وطرقاتي، الجي جي بيس بتاعي هنا كله. جي جي بيس؟ بيقولك جي جي بيس اسمه جي بي اس. يخرب بيت ام اللي علمك انجليزي، انا نفسي اشوف الشهاده بتاعتك انا عشان انت جاهل جهل. اسمه جي جي بيس، الراجل اللي اخترعها كان عنده قطه اسمها جي جي، جايه تلعب في الجهاز قال لها بس، من ساعتها سموه جي جي بيس. جوجل بقى وابحث وسيرش علشان انت ما تقعدش تقرب غلط. اللي ايه جي جي بيس اللي بتتكلموا عليه من الصبح ده؟ يا وليه، ده برنامج انا منزله عليه خرايط العالم من اكبر قاره لاصغر حاره في مصر. تكتبي المكان اللي انت رايحاه وتعملي كده سيرش، يروح هو موجهك بقى يمين شمال كده. زي الكلب البلدي لما يشمموه قطر المجرم ويطلقوه عليه، يفضل وراه وراه ما يسيبهوش الا لما يجيبوا من ديل بنطلونه. طب افهمها ازاي ولا اقول لا؟ ولا افهمك انت ازاي؟ انا مش عارف اتوائم مع الترابيزه دي كلها بصراحه. انا مش مفهمك يا وليه قبل كده، هو اللي هنعيده نزيده؟ انا مش فاهمه. احسن، امال انا اتجوزتك ليه؟ ما تبطلوا بقى اللي انتوا عمالين تتكلموا فيه من الصبح ده، يلا يا جدعان عايزين كلنا نروح المصيف مع بعضينا. انا ضميري ما يسمحش اصيف والبلد في الظروف دي. مالها البلد؟ اقرا لها انت حسب عشان دي ما بتفهمش، اقرا اول تويته للبرادعي. البرادعي حزين عليك يا مصر. عايزه البرادعي يبقى حزين على مصر وانا اطلع اصيف انا وانتي؟ طب والسنه اللي قبلها؟ اقرا لها التويته اللي قبلها بتاعت بنك مون. بنك مون ابدي قلقي على مصر. عايزه بنك مون اللي هو لا من ملتنا ولا من ديننا ولا من بلدنا الان على مصر وانا وانت نطلع نصيف. طب والسنه اللي قبلها؟ فر يا عم الحاج. امريكا تبدي قلقها على ما يحدث في سوريا. يبقى امريكا الان على سوريا وانا انت نطلع نصيف؟ امال احنا هنصيف امتى؟ لما امريكا تسيب المنطقه. البطاقة دي بتاعتك؟ إن شاء الله. وإيه اللي مغير شكلك كده؟ حضرتك أنا طلعتها قبل ما التزم. تلتزم؟ طب يا ريت يا أخي تبقى ملتزم من جوه كمان زي ما أنت ملتزم من بره. ده تحقيق بقى ولا إيه؟ لو عايز تحقيق ما عنديش أي مشكلة، اركب البوكس. لا بوكس إيه يا باشا؟ مش بوكس ولا حاجة، هو بس الأمر وما فيه إن الولد بس اتوتر من كتر الأسئلة. أنا بعتذر بالنيابة عنه. إحنا طبعًا مقدرين المسؤولية اللي على كتافكم. كان الله في العون يا باشا. انا هسيبك عشان الراجل ابو وش السمح ده بس. اتفضل. الله يكرمك يا ابني. كم مره كلمتك على حكايه الضبط النفسي دي يا محمد يا ابني؟ ده مستقصدني بس لمجرد ان مربي دقني وانت بتقول له يا باشا. يا محمد يا ابني لازم تتعلم ازاي تطاطي للريح لغايه ما تعدي. لو قعدنا نتخانق مع كل واحد هيعلق على لبسنا ولا دقننا مش هنخلص من الخناقات في القاهره. انا اصلا ما كنتش عاوز ارجع القاهره، مدينة كلها معاصي وذنوب. بس فيها والديك. انت عارف يا محمد يعني ايه والديك؟ يعني ممكن تكلمهم وتاخد منهم مبلغ مالي ندعم بيه الاخوة المجاهدين. ايوه. مش عارف، معرفش ليه قلبي مقبوض المرة دي من الزيارة. ان شاء الله خير. هات شنطتك ويلا، هات شنطتك يلا. افتح الباب. يلا يا ارموطي انزل يا ارموطي عشان هنفتش العربيه.
الله الله بتخبط على العربيه ليه كده يا عم عبد البر؟ في ايه؟ وبعدين في الليله السوداء ديت في ايه يا عم عبد البر؟ ما انا بقالي 3 سنين داخل طالع من المديريه، فجاه يعني شكلي بقى ارهابي ولا ايه؟ مش قادر افهمك انا بصراحه. ما تزعلش يا قرموطي، في اوامر علينا بالتفتيش لاي حد. اوامر ايه؟ مش فاهم. وايه التفتيش يا عم؟ بالراحه يابا بالراحة، ده شاي وسكر، الحاجات دي ممكن تتدلق. مش معقولة يعني كده يا عم عبد البر؟ مش أنا اللي اتفتش، مش أرمط اللي يتفتش يعني. معلش، في أوامر من السايب مدير الأمن الجديد بالتفتيش الدقيق. مفيش حاجة يا فندم. مفيش حاجة. يلا بقى. طب ما أنا عارف إن مفيش، هخليهم يطلعوا تاني البضاعة بقى. لا، أنت اللي هتطلعها وتمشي. مين ده اللي يطلع؟ أوعى تقول الكلمة دي بعد كده. مش أرمط اللي يحمل بضاعة. أنا معايا رخصة دولية، أنت اتجنيت ولا إيه؟ يلا. ده انا عدي برخصتي من بوابه اسكندريه. انت اتجننت قلت ولا ايه؟ قرموطي اوعى تقول لي انا اللي حمل العربيه. قرموطي انا مش تبعها يا عبد البر. قرموطي سواقه مع رخصه دوليه. اسمع الكلام، ما يتقالوش حمل. صلى على النبي يا ابني. عشان ارمط من الصغير في المنطقه. يا ابني ما تركبش دماغك. ارمط من الصغير في المنطقه. عيب تمشي يا ابني، عيب يا ابني. انا مش تبعها يا ابني. اسمع الكلام، ارمط من الصغير. اسمع الكلام يا ولا. وانت سبت الكلية من امتى بقى ان شاء الله؟ من سنة. من سنة؟ والمشايخ اللي فهموك ان الكمبيوتر حرام وخلوك سبت كلية الهندسة قالوا لك ان الكذب على ابوك سنة بحالها، وانت مفهمه ان انت في كلية الهندسة وهو يقطع من لحمه الحي ويبعت لك مصروفك. قالوا لك ان ده حلال. الضرورات تبيح المحظورات، وانا كل غرضي الاخرة مش الدنيا. وبعدين انا من واجبي ان انصحكم، انتوا مهما كان برضه ابويا وامي، عضوا للطريق الصحيح. ليه يا ابني؟ كنت شايفنا ماشيين في السكه البطاله ولا حاجه؟ انتي وابويا بتساعدوا بعض على الضلال. ضلال؟ ضلال ايه؟ شايفني ماشي ورا امك بطبله وهي بترقص؟ واد يا ميدو، ميدو مساء الخير يا ام ميدو. فين الواد ميدو؟ امال السلام عليكم. مساء الخير. امال فين ميدو؟ اتفضل. ده ميدو؟ خرب بيت شيطانك، ايه اللي عملته في نفسك ده يا زكي يا ميدو؟ يا ده ميدو، في ايه مالك؟ هو عمك قرمط ما وحشكش ولا ايه؟ ما تتعبش نفسك يا قرموطي، ده مش ابني اللي ربيته. لا حول ولا قوة الا بالله. انتوا عملتوا دي ان تي وطلع الواد مش ابنك ولا حاجة؟ كل حياتكم مفاسد وذنوب. ازاي تسيبوا امي عريت الوجه كده قدام راجل اجنبي؟ اجنبي؟ ام ميدو ماشية مع مين والجوزيه؟ مش هتقدر تغمض عينيك.